السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. يظهر على أن فرنسا والجزائر ولاو مسرح ومكان الجريمة والاعتداء على العالم المغربي. ففي معرض مونبولي في فرنسا، المنظمين داروا خارطة ديال العالم كما كنشوفوا وغيبوا المغرب، ولكن الحمد لله المغاربة العالم موجودين وتصدوا هذه المسألة كما كيشرح هذا المواطن المغربي الحر. انت على بركه. شوفوا الاخوه، هذه الدخله ديال الغول فين كاين انعاس، شتي غول 5 هنا لارتيزان دو موند. انا لاحظت واحد القضيه هنا، هذه الخريطه اللي حاطه هنا ما كانش، انتما ما كانش هنا، ما دايرينش كاع المغرب، ما حاطينش. عاد جيت هنا وكتبت لهم ماروك وحطيت الدرابو ديال المغرب، كانوا دايرين غير ها انت، انا نحيتو، كانوا دايرين الدرابو ديال البوليزاريو، حاطين جميع لي درابو هما كلهم، ما خطا ديال المغرب اللي ما كانش. هانتوما الدرابوات كلهم كاينين، ما خطا ديال المغرب ما كاينش. يعني شي واحد هنا خدام ربما في السيكوريتي من البوليزار ولا شي حاجه، وجاي تيدير لنا داكشي البوليزار. انا محيت كل شيء، ضربت عليه فاسي ها هو، ودرت الرايه ديال المغرب، ها هما جاو قطعوها، شتي ها هما قطعوها، شتي انا درت الرايه ديال المغرب وجيت لبلاصه ديال البوليزار وحطيت الرايه ديال المغرب، شتي. ايوا خوتنا هذا اللي علينا. تحياتي لكم وصباحكم سعيد. رحنا الله الوطن الملك غيرنا على بلادنا فين ما مشينا، وتحياتي لكم جميعا والشكر لكم. ومن جهه واحده اخرى، ان الجزائر اللي غتنظم القمه العربيه في 1 و2 نوفمبر دارت واحد وصله اعلانيه او صوره اعلانيه فيها مجموعه من الاعلام ديال الدول العربيه. وطبعا ان المغرب واحد من الدول العربيه لابد خصها دير العلم ديالو، ولكن الاشكال فين كاين؟ لانه كررات كما كنشوفوا حنا في الصوره الاعلام الوطنيه الاخرى الا المغرب اللي دارته في صوره واحده، وهذا كيدل على المضايقه اللي كيقوم العالم المغربي. والحمد لله على انه مغاربه العالم موجودين وكيتصداو الخصوم وحدتنا الترابيه، سواء المغاربه اللي موجودين داخل الوطن او خارج الوطن. في هذا الاطار ولهذا السبب ولاسباب اخرى وللدفاع عن وحدتنا الترابيه وللتصدي لخصوم وحدتنا الترابيه، فمغاربه العالم غادي ينضموا في فرنسا يوم الاحد القادم 30 اكتوبر على الساعه 2 بعد الزوال بساحه الجمهوريه، وقفه احتجاجيه للتصدي لخصوم وحدتنا الترابيه وللدفاع عن الوحده الترابيه، وكذلك لارسال رسائل الى من يعنيهم الامر كما كيوضح لنا السي عمر كعواشي رئيس جمعيه عالم المغاربه بفرنسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم السي عمر كعواشي، مقيم بالديار الفرنسية، رئيس جمعية عالم المغاربة بفرنسا. أولا أود أن أشكر السيد بن تحا على هذه الدعوة التي من ضمنها أردنا نحن مغاربة العالم أن ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية على مواقفنا الثابتة بقضية الصحراء المغربية، وذلك يوم 30 أكتوبر على الساعة 2 بعد الظهر. هذه الوقفة لها هدفان. الهدف الأول وهو الدفاع عن مبادرة المقترح الحكم الذاتي بكونه حقيقي مصداقي وواقعي، وثانيا الهدف الثاني وهو موقف فرنسا تجاه وحدتنا الترابية. شكرا للإخوان الأخوات داخل الوطن وخارج الوطن، شكرا. إذن تحية لأفراد الجالية المغربية في الخارج وفي العالم بأسره. وهذه المسألة ما ننسوش بأنه صاحب جلالة نوه في خطابه السامي بالدور كتقوم به الجالية المغربية في الخارج. أما خصوم حدثنا الترابية ما يديو غير البرد. شكرا تماميكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.